انت عارف انا لو كرهت حد في حياتي ما كرهتش قد الست دي. هو انت من ساعة ما قعدت معايا وانت رايح جايب القلم ده ليه؟ ده كاميرا صغيره يا ست امل، انا الحقيقه بسجل لكم كلامكم بيها. يعني انت خدت بالك منها ولا ايه؟ خدت بالي. مأساة. انت ايه اللي انت قلته؟ اتجننت؟ هي مش كاميرا فعلا معاليك؟ انت حمار يا ابني، حد يقول كده انت هتودينا في داهيه. امال اكدب سيادتك حضرتك؟ سيادتك حضرتك انت حرامي. مش عارف يعني ايه حرامي؟ يعني مش فارق انك تكذب يعني لو بالمره يعني، ولا انت جاي تتوب عندنا؟ ده كلام يا سن؟ على العموم نكمل الشغل. بقيت الخطه ايه؟ قول. المرحله الثانيه من المرحله الاولى هنكملها في المرحله الثالثه. ده على اساس ان احنا في انهي مرحله يعني يا زين؟ احنا في مرحله الهري اللي هي قبل مرحله الهز. عاجبك كده؟ ضحكتهم عليك؟ اتفضل. قول عاوز تقول ايه؟ الست دي اللي اسمها هدى عندها مؤتمر صحفي هتتكرم فيه، اللي هو تبع احسن نسوان رجال اعمال في مصر. فأنا بقول إيه؟ هنجيب البنات دول معاليك يحضروا المؤتمر ويفضحوها. يخرب بيتك، وتجيبهم ليه؟ ما عندنا تسجيل صوت وصورة، وده أهم وأحسن. على المهم فكرة كويسة. كويسة يا زين. ده الطبيعي يا فتن. أنا وفتحي معضينا مع الشيكات وهتسلمنا البضاعة كمان 3 أيام. وكمان العربيات هتروح للجراج اللي حضرتك قلت عليه. العربيات مش هتخش المخزن. زين هيخطفها. هخطف العربيات؟ طب وهسيب البضاعة بقى في المخزن وبعدين اخطفها بعد كده؟ يخرب بيتك. الله يكون في عونك. أنا تعبت معلش. لا يا أوفر. بص، البضاعة أغلى كتير من العربيات، ثم العربيات مش بتاعتهم. طب أنا عندي حل لسيادتك. استر يا رب. قول. نحرق المخزن بالبضاعة. زين. بالعربيات جلالتك. زين ايه ده؟ هتبقى احسن دلوقتي. خلاص بقى يا انكل، حرام بقى. انا كمان ما استحملش. هيا هيا كملي. زي ما قلت لحضرتك احنا مضينا العقد وهي في انتظار تليفون فاتح عشان تسلمنا البضاعه. لاحظت حاجه عن الست دي؟ اه، تنكة قوي ورخمه وحاسه بنفسها ومغروره وقرفانه من نفسها طول الوقت. كويسه. احنا عاوزين نساوم الست دي بالفلوس، في نفس الوقت نوقع ما بينها وما بين جوزها. نوقع ما بينها يعني نحصل حصه ما بينهم، وبعدين نزق جوزها، وبعدين نزقها هي، وكده نكون ضمانه ان احنا نوقع ما بينهم. ايه ده؟ انتماء للغباء. طب انا هعمل محاوله. اتفضل كرر المحاوله. قول. انا يعني بقول لي معاليك، انت عايز توقع ما بينهم يعني؟ احنا نعمل حفره ما بينهم ونزق جوزها وبعد كده نزقها هي، فكده يبقى احنا وقعنا ما بينهم يعني. انا مش مصدق. ولا انا دخيل كرتون؟ انا كنت متخيل لما نزل له ايده هي. انت بتكررها تاني واضي وضيع يا وسخ. ايه انت تعرفي تدلعي على حد؟ انا؟ الله، ده انا لسه مخلص هنا هتعب كده. انا مش بتكلم عبر يعني، انا قلت لك ايه تعرفي تدلعي على حد؟ لا طبعا ما اعرفش. بس يعني ما اعرفش يعني اذا كنت اعرف اصلا ولا لا. ليه يعني؟ انا عاوز اتعرف على عادل وفتحي يصورها وابعت الصور، عايز اجننها. ايوه بس الراجل ملوش ذنب، هي الست اللي مريضه. الراجل اللي يسمح لمراته انها تعمل كده في ولاد الناس ما يبقاش راجل. يبقى عاوز يفوق واحنا اللي هنفوقه. ايوه بس انا متهيألي اللي هيحصل لهم هما الاثنين ده جامد جدا. كانه قلم على وشهم هما الاثنين، وبعدين دي هتتفضح فضيحه في كل حته، خصوصا لما هنحط الحاجات دي على اليوتيوب. طب افرض مثلا يعني مثلا ما عرفتش اتدلع على الراجل. هنشوف ساعتها. طب قول لي عليك، انا ممكن اتدلع انا عليه يعني لو هي مش هتعرف. الله يكون في عونك. انا
عندي تصرف. ايه يا بنتي انت بتدوري على ايه؟ ها اختاروا. ده طبعا ده ياه ده ايه التوافق ده؟ امال انت فاكره ايه يا بنتي؟ لا امال انا اتجوزت امك ليه؟ عينها زي عيني وتفكيرنا زي بعض. عينين مين اللي زي عينيه؟ ده انا عينيا احلى 100 مره. مش عارفه يا سو عشرتنا خلتنا شبه بعض. انتوا عارفين ان انتوا فعلا بقيتوا شبه بعض؟ بقى انا شكلي وحش كده؟ نعم. وانت طول تبقى شبهي؟ طبعا اطول. انتوا هتتخانقوا بجد ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا ما اقدرش اتخانق مع امك، ما اقدرش على زعلها. اضحك عليا. عايز ايه بالظبط؟ انا فاهمك. قول قول ما تتكسفش. يعني انا نفسي في السلطه اللي بتعمليها لي اللي انا بحبها دي ام ريحان. فاهمك والله فاهمك. طيب انا لازم اقوم البس. ده هيبقى يجنن عليكي. اقبلك يا حبيبتي، نفسي افرح بيكي قوي. بقول لك يا ساره، انت ما بتحلميش انك تتجوزي؟ لا هو انا بفكر طبعا بس مش لدرجه الحلم. ليه ما تحلمي زي كل البنات ما بتحلم؟ الجواز بقى حاجه صعبه جدا دلوقتي، مش قصدي الامور الماديه، بس هي اللي صعبه قوي انك تلاقي حد يشبهك حتى لو في حاجه واحده. مش ضروري يشبهك، ممكن يكون مختلف عنك، المهم انه يبقى حلو من جوه. ايوه هو فين بقى اللي من جواه حلو ده؟ هتلاقيه لو ركزتي شويه. قولي يا بابا ايه احلى حاجه في الجواز؟ والله انا لحد دلوقتي ما اعرفش ايه احلى حاجه في الجواز، لكن مش هقول لك الجمل المعتاده دي اللي الخلفه احلى حاجه في الجواز، لا، عشان في ناس كتيره قوي ما عندهاش عيال ومبسوطه، ولا اللي يقول لك اهو حد واقف جنبك يفكر معاكي، لا، انا مرات كتيره قوي بحب اقعد بعيد عنهم لوحدي. وانا بحب اقعد لوحدي. اشمعنى انت يعني؟ لا انا بتكلم بجد، انت كمان ليكي حق انك تقعدي لوحدك وانا كمان. شوفي احلى حاجه في الجواز انك ما انتش عارفه ايه هي احلى حاجه في الجواز. سيبيني بقى انا اقول لك احلى حاجه في الجواز ايه. تكوني فاضيه ورايقه كده، تعرفي تعكسيه، تنكدي عليه، تغلسي عليه، تمسكي موبايلاته وتفتشي فيها وجيوبه، وما تعملوش السلطه اللي بالريحان كده برضو. ايوه كده. انا لو منك بقى ما تتجوزيش. بعد الشر ما تقولش كده، لسه بقولك عايز افرح ببنتي. انا كمان. على فكره بقى انا اتاخرت ولسه هروح للكوافير، ممكن تسيبيني البس بقى؟ لا يلا. طيب باي باي يا حبيبتي. يلا انجوي. ميرسي. أنا عارف إنها قلت الأدب، وعارف إنها غلطت فيكي، وعارف إنك مش هتصدقيني لو قلت لك إني أخليها تعتذر، بس ده فعلا اللي أنا هعمله،
هتسيبيني يوم فرحي زي ما سبتيني يوم الجبنيوت؟ وانت اتعمل لك جبنيوت اصلا؟ وبعدين انا قلت لك لو ما عملتش جبنيوت انا مش هاجي معاك. مش عارف اروح الكنيسه. ابوي لو كان عايش ما كانش يسيبني لوحدي. ابوك الله يرحمه قال لي يا سعاد كل حاجة يطلبها منك عماد اديها له، اتنازلي له عنها، ده عماد أغلى حاجة في حياتنا. بس يا سعاد اوعي تتنازلي عن كرامتك لأي سبب من الأسباب، حتى عشان خاطر عبيد. خد يا حبيبي الظرف ده فيه النقطة بتاعتك، يلا يلا عشان ما تتأخرش على فرحك. الكلب يا واطي، تبيع شرف الست اللي انت كنت متجوزها؟ قلت ليه بعت شرف الراجل اللي كنت متجوزاه؟ كتبت عنك حاجه في شغلك ما طلعتكش معلطه قدام الناس. وانا ما عملتش حاجه اكتر من السي دي اللي نزلته على اليوتيوب وخلاص. وعلى فكره النسخه اللي قدامك دي صورتك فيها مش واضحه ولا صوتك ولا اي حاجه. قلتي ادبك تاني يا شاطره، عندي نسخه تانيه تبقى الاصل، صورتك فيها واضحة وصوتك وكل حاجة عشان تتعلمي وتتأدبي وتعرفي من هو مرتضى. خذك يا ابني، مش هي دي المشكلة؟ ما انا عارف انه حلالي. المشكلة انا مش عايز اعمل كده. لا من ناحية زهقت، ده انا زهقت وطهقت. وبعدين خلي بالك يعني انا لو عايز اعمل كده اساسا انا معيش فلوس. لا يا عم تسلفني ايه؟ لا مش للدرجة دي. الموضوع يا راجل حلو يعني؟ شديدة؟ انت شفتها؟ ما دي أصعب حاجة يا عم، ما دي أصعب حاجة. لا طبعا هدي مش هتوافق. انت مجنون؟ اروح اقول لمراتي انا هتجوز عليها؟ تتجوز على مين يا حيوان؟ اقفل اقفل اقفل، افتح الباب. وقف صلاتي عليا. عايز تتجوز عليا يا حيوان؟ ليه؟ انت شايفاني يعني اتجوزت؟ هو كلام بسمعه وخلاص. بطل بقى كذاب كذاب. بطلي قلة أدب واتكلمي معايا كويس. أنا اللي بطل قلة أدب؟ أنت فاكرني خدامة جايبها من الشارع علشان تاخدلها اللي أنت عايزه وبعد كده ترميها؟ وحياة أمي اللي أربيك على قلة أدبك دي، ما تخلينيش أمد إيدي عليك. تمد إيدي على مين؟ روح ربي نفسك، بطل كذب. بتقابل ربنا إزاي؟ صلاة إيه اللي بتصليها دي؟ بتصلي ليه؟ لما أنت كذاب. أنا عملت إيه غلط؟ هو برضه الجواز ده مش حلال ولا كمان عايز تحرميه؟ وحياة أمي؟ لا، جرب بقى تعملها يا سيف ولا هوريك الحرام على أصوله. والله أنت مجنونة، أنت بقيتي مجنونة. أيوة مجنونة، مجنونة يا زبالة. يا زبالة!
هو احنا واقفين كده ليه؟ ما تيجوا ننزل نقف مع الناس اللي واقفه تحت دي نستنى العروسه، جانا العروسه. زي ما انتوا عايزين براحتكم. طب يلا. اكيد لما هتيجي هنسمع زغيرته وننزل. مش عايز اتحرك خالص. مستنيه العروسه تيجي تاخدها بالحضن. يعني انت عاجبك وقفتنا كده؟ اه. برضو. الو. اي حبيبتي. طب كويس. اول ما توصلي بس بتكلميني. ماشي يلا باي. هدي الجايه. جدا. كويس. حلو. فيه. لا بجد مين صاحب القطفة الأولى؟ القطفة الأولى؟ ماشي. كان واحد مش مصري، كان إنجليزي. أوبا. ما كانش في مصر خالص. ما كان فين؟ بقول لك إنجليزي يبقى في إنجلترا، مش عايزة أذاكر. لأنك كان فرنسا بقى. يا ذكية. أصلاً. إنجليزي وفي فرنسا. ناس ليها فرنسا وناس ليها بورسعيد. ناس ليها بخت وناس ليها تركي. بورسعيد؟ ليه؟ هو كده بورسعيد وخلاص شتا هناك على فكره الجزمه وجعاني جدا اسكتوا بقى العروسه جايه يلا اقفوا عدل واعملوا كده اعملوا كده شكله مش طبيعي. اه ده بجد عندك حق حاسه ان في حاجه. يكون موضوع امه بتاع امبارح؟ تصدقي صحيح؟ انا كنت ناسي الموضوع ده خالص. يا جماعه امه ايه بس ما الموضوع ده عدى وخلاص. انا مش شايفه امه خالص اصلا هي فين؟ هتلاقيها اكيد موجوده. انا مش عارفه انتوا مالكم. انتوا حشرين كده ليه؟ الواد برضو اليوم صعب عليه وتقيل والبت جان بصراحه مش سهله وشكلها كده هتغلبه من اول جوله وهو قلقان. ممكن يقدم النهارده خطاب تنحي ولا اعتزال. انت قللت الادب تنحي ممكن يعمل بيان رقم واحد. الادب والله العظيم انتوا بتتهموني باطل. بس بقى انتوا الاثنين هتفضحوه. والدتك فين يا عماد؟ مش جايه.
مش عايش جاني يا عمي. انت بتهرج؟ ده مش وقت تهريج. انا مش عايزك، انا مش عايزك. خليتيني اتنزلت على كل حاجه، وكله كان بموافقتك يا عم انت وطنط. طالعين بيها السما قوي، وليكوا حق، انت فيكي كل حاجه حلوه، دكتوره وغنيه وجميله. اهلك علموكي كل حاجه، بس نسيوا يعلموكي تحبي حد تاني غير نفسك. وانا وحياه الكنيسه اللي انا واقف فيها دي حبيتك. بس انا قررت احب امي اكتر، لاني ماليش خير فيها مش هيكون لي خير فيكي. يلا بينا، ربنا يديك حد تاني احسن. احبك اكتر من كرامته. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ روحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني مجد Thank you.
اتفضلوا اتفضلوا. البيت بيتكم. اتفضلوا. امال جنفر؟ نايمة. طب وهي عاملة ايه دلوقتي يا عم؟ يعني خدت منوم ونامت من شوية. وحالتها النفسية اخبارها ايه؟ متماسكة. بس والدتها هي اللي حالتها صعبة. طب وهي فين دلوقتي؟ هي موجودة جوه. تقدروا تتفضلوا وتطمنوا عليها. البيت بيتكم. اتفضلوا. ميرسي يا عم. اتفضلي. ازيك يا طارق؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازي حضرتك يا طارق؟ ازيكم؟ شفتوا؟ شفت اللي حصل في جن؟ يا طنط حضرتك ست مؤمنة وكل شيء اسمه نصيب. ربنا يعوضها يا طنط. حضرتك لازم تقوي كده عشان جن ما تتعبش. الكلب الواطي دمرها، كسر لها فرحتها، قردينا بالهم والهم ما رضيش بينا. بس انا من الاول ما كنتش عايزاه، هي اللي صممت. ما منوش فايده الكلام، خلاص يا طنط. بعدين حضرتك لازم تهدي شويه. صح، بس جن متماسكه الحمد لله. يبقى لازم كمان انت تكوني متماسكه قدامها. يا هبه احنا في مصيبه، التليفونات ما بطلتش رن، صحابنا وقرايبنا وفي الكنيسه. طب حبيبتي هتواجه الناس دي كلها ازاي؟ يا طنط مال الناس؟ هي كان ايه اللي حصل لها يعني؟ كانت هتتجوز وما حصلش نصيب، اللي هيتكلم من الناس تحط صباعها في عينه. يا ساره انت مش متخيله يعني ايه سابها على باب الكنيسه؟ ما بقتش فارقه يا طنط. مش هنقعد نبكي على اللي فات خلاص. بعدين ده بيتعب جان. لازم حضرتك تهدي شويه وتقوي عشان تعرفي تقويها هي كمان. ما ينفعش كده. انتوا اصحابها. انا عايزاكوا تقفوا جنبها. البنت مصدومه. هي في اوضتها؟ ايوه. ربنا ينتقم منا. طب طنط ينفع يعني نروح نشوفها؟ اه طبعا. اه طبعا. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي اتفضلي. الفستان ده ما ينفعش يبقى هنا خالص. انا ما خدتش بالي، هي قلعته وهي نايمه. طب انتوا خليكوا قاعدين معاها وانا هروح اعمل لكم حاجه تشربوها. ايه النكد اللي احنا فيه ده يا رب؟ صعبان عليا جانا. الله يكون في عونها بصراحه. بس الواد قال لها كلام قاسي جدا. بس حقيقي. هو ايه ده حقيقي؟ الكلام اللي قاله لها حقيقي. هو طبعا توقيته قاسي جدا وربنا ما يوري حد، بس هو ما قالش حاجه غلط. هو نفس الكلام اللي احنا طول الوقت كنا بنقوله لها، ولا انتوا نسيتوا؟ انت قاسيه قوي يا ساره. قاسية ليه يا هبة؟ انتي نسيتي هي كانت بتعامل مامته ازاي؟ دي هزقتها قدامنا يا بنتي. ده غير طبعا الطريقة الوحشة جدا اللي كانت بتعامله بيها طول الوقت. ايوه بس عماد ده كان خاتم في صباعها. ما كانش باين عليه ان هو ممكن يعمل كده. للأسف في نوع من الرجالة كده. يفضل يجي على نفسه لحد ما اللي قدامه يفتكره ضعيف ويستغله. بس هو ما بيبقاش ضعيف ولا حاجة. هو بيبقى بيحب بس اللي قدامه مش فاهم كده. بيجيله نقطة بقى بيتحول. يا يتكسر ويبقى ضعيف بجد، يا اما يقرر انه يتمرد ويرفض كل اللي بيحصله زي اللي حصل لعماد بالظبط. وانا رايي ان السبب بقى هو مامته. كل تحليلاتك طلعت صح يا بنت اللذينة. ازاي صح يعني؟ هي الوحيده اللي قالت الجوازه دي مش هتتم، قالت ان جان مش هتتجوز عماد. بس والله كان نفسي كلامي يطلع غلط، ولما قلت كده كنت بتمنى ان جان هي اللي تفسخ الخطوبه، مش ان الجوازه تتفشكل بالشكل الدرامي ده. بس امها هتتجنن.
عندها حق. بعدين مجتمع المسيحيين منغلق عندنا بكتير، واكيد طبعا كل الكنيسه عرفت، والموقف ده بالنسبه لهم صعب جدا. بصي، عند اي حد صعبه، بس على رايك تركيبه مجتمعنا غير عندهم. بس انتوا ما خدتوش بالكم من حاجه؟ ايه؟ طنط كان كل اللي هممها راي الناس. اي حد مكانها هيعمل كده. ده طبيعي يعني، بس مش صح. ليه دايما لما حد بيقع في مشكله ما بيفكرش في اي حاجه غير الناس هتقول ايه ورد فعل الناس اكتر من اي حاجه تانية؟ يا بنتي انت اصلا في مجتمع بيخاف من كلام الناس اللي حواليه اكتر من ربنا. صح، برافو يا يولي، بداتي تفهمي. الاجانب بقى مش كده خالص. الاجانب بقى ولا بيخافوا من الناس ولا من ربنا. لا طب انا بحس كده. لا خالص إيه؟ مش صح. فيه وفيه زي ما عندنا برضو، فيه وفيه، ما ينفعش نعمل. بس ايوه. انت فين يا وليه؟ بص يا حمزه، انا زعلانه منك جدا. بس يا حمزه، يا ليله الادب. لا علمني الادب. عندنا ميعاد بكره الساعه 6 في الدائره المستديره بتاعت زين، انت وساره. ده ليه ده بقى؟ فتحي كلم هدى واتفقوا على التسليم بكره. طب هو ما ينفعش ما حد يبقى بعد بكره؟ لا ليه يا حبيبتي، ما نخليها بعد بعده. احنا هنهزر، اروح اهلك ميعاد بكره في الجراج، وابعت لك العنوان اس ام اس. طيب حاضر، يلا باي. قفل السكه في وشي. اهلا اهلا ليك شوقه. معاليك الرجاله جاهزين يا معلم. معاليك يا معلم. لا بص يا زين، انا عارف يا حبيبي ان انت بتجتهد عشان تبان لي انك ابن ناس، بس انا زهقت من الميكس ده بانك تبقى ابن ناس وواطي شويه، يعني استقر يعني. اثبت على حاجه؟ اه. مين الناس اللي هتنفذ؟ معانا خنو. خنو السكس. هايل. الرونس. الرونس. وريفو. ريفو. زين، هو احنا مالناش نصيب في عصام، علي، مدحت، الاسامي الغريبه دي؟ ايه يا ابني الاسامي اللي انت قلتها دي من شويه؟ يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. معاليك العيال ديت مصنفين في بطايقهم فاجرين. اوه. يرجى الحذر والتقرب لهم. لا معاليك، دول فرقه الخمس تسعات بتاعتي. اعجابي بيك بيزيد يوم بعد التاني. ريفو، الساكس، ايه تاني؟ خنو. خنو. رونس. رونس. استر يا رب. لا انا مطمن قوي. يا رب.